آلية التقييم والاختبارات، لو هنتكلم على الكورس بتاعنا، طبعا على مدار الكورس لازم يكون فيه تقييم لمستوى الفهم والاستيعاب عند حضراتكم، ويكون طبعا ده هيتم من خلال أول أو هنبين النظام بتاعنا من خلال أول محاضرة اللي هي الأورينتيشن. فهنلاقي انه احنا بإذن الله عندنا كويز خاص بكل محاضرة. احنا عندنا على مدار الترم بتاعنا 10 محاضرات، بيكون لكل محاضرة عندنا كويز. المفروض انه الكويز ده بيبقى بيشمل كل المفاهيم وكل المعلومات اللي تعرضنا لها من خلال الفيديو، و طبعا البي دي اف او الباوربوينت اللي موجودة عندنا. الكويز بيكون عبارة عن 8 أسئلة بتمن درجات. فهيكون عندي هنا، أنا عندي شورت اكزام اللي هو الكويز، بيمثلي 80% من الدرجات بتاعتي. زي ما قلت 10 محاضرات، كل محاضرة بيبقى عليها كويز ب80 درجة، لأن كل كويز بيبقى 8 درجات. ففي النهاية بنوصل ان احنا عندنا الكويزز بتاعتنا بتمثل لنا 80 درجة. بيفضل عندي 20 درجة، وال20 درجة دول هم الخاصين بالفاينل اكزام. الفاينل اكزام بيبقى عبارة عن 20 سؤال على ال10 محاضرات بتوعنا، والدرجة بتظهر لحضرتك. طيب، هو دلوقتي المفروض انه انا قلت ان انا عندي 10 كويزز ب80 درجة، وعندي الفاينل اكزام ب20 درجة، وطبعا كل ده على الماتيريال اللي بتترفع لحضراتكم. اي حد اخد او اختار الكورس بتاعنا، فهو ان شاء الله بداية الفصل الدراسي 28 يناير 2023. لو حضرتك عايز تعتذر، في اخر ميعاد للاعتذار عن التسجيل داخل الكورس بيكون في 28 فبراير 2023. بعد كده مش هينفع ان حضرتك تعتذر عن الالتحاق بالدورة، او انه انت ما تاخدش الماتيريال بتاعتنا. بعد كده بداية الاختبارات النهائية 6 مايو 2023، والنهاية 13 مايو. ده اللي هي نهاية الفصل الدراسي وبداية الاختبارات، ونهايتها بداية من 6 مايو ل 13 مايو. طيب، هو انا دلوقتي بقول ان احنا عندنا مجموعة من الكويزز، كل كويز بيبقى بناء على الماتيريال الخاصة بالمحاضرة. كل اسبوع هتترفع على الموديل المحاضرة بتاعتنا او الماتيريال بتاعت المحاضرة، بداية طبعا من المحاضرة الاورينتيشن اللي هي التمهيدية. المحاضرة دي هيكون فيها كويز، الكويز ده ما لهوش اي درجات، لكن هو بيكون تدريب لحضراتكم على شكل الكويزز اللي هتاخدوها بداية من المحاضرة رقم 1، عشان تعرف حضرتك بس هو شكل الكويز ازاي بقدر ادخل على الموديل واتعامل مع مجموعة الاسئلة اللي انا هتلقاها في كل اختبار، ازاي بيبقى شكل السؤال او النمط بتاعه. الماتيريال بتترفع كل يوم سبت على الموديل الساعة 12 الظهر، بتلاقي حضرتك الفيديوز، وبتلاقي كمان الباوربوينت او البي دي اف الخاص بالماتيريال. في نفس اليوم اللي هو يوم السبت الساعة 10 مساء بيتم اضافة الكويز الخاص بالمحاضرة اللي تم رفعها في نفس اليوم. حضرتك تقدر تدخل على الكويز وتفتحه وتقدر تعمل الاتمبت بتاعتك، لكن هي اتمبت واحده، يعني وانس ان حضرتك دخلت على الموديل وفتحت الكويز فحضرتك مطالب ان انت تحل الكويز، ما عادش ينفع ان انت تاخده مره تانية. الكويز ده متاح لحضرتك من يوم السبت الساعه 10 مساء للسبت اللي بعده الساعه 9 مساء. ده على مدار ال10 أسابيع، لكن الدرجات بتاعت الكويزز بداية من الماتيريال الأساسية اللي هي الأسبوع التاني. المفروض إنه الدورة التدريبية بتاعتنا هيبقى ليها لايف سيشن. الحضور بتاعت اللايف سيشن حاجة يعني ترجع لحضراتكم، حاجة اختيارية وليست إجبارية. حضرتك بتدخل على اللينك بتاع زوم اللي هيتحط على الموديل عشان تقدر تحضر اللايف سيشن اللي هيكون ميعاده الثلاث من كل اسبوع يوم الثلاثاء الساعة 7 مساء للساعة 8:30 مساء.
دي حلقة نقاش بتلقى فيها كل الأسئلة، كل الاستفسارات، أي إشو، أي مشكلة بتواجه حضراتكم. زي ما قلت، المفروض إنه حضراتكم مش هيكون دي حاجة إجبارية، لكن هتكون حاجة اختيارية، وأكيد هنستفيد من وجودنا مع بعض وتبادل الخبرات والمعلومات.